طيب كابتن ناصر، عايز أسأل حضرتك سؤال برضو. دلوقتي لما أجي أعلن قرار، وقرار بالمناسبة ما هواش قرار سهل، إن أنا طاقم التحكيم هيكون طاقم تحكيم مصري، وتحديدا في مباراة القمة اللي كلنا نعلم مدى حساسيتها عند كمان الجماهير. فهل أنا عشان أخد قرار قوي زي ده أو قرار صعب زي ده، هل المفروض أهيئ الناس؟ هل المفروض إن أنا أرفع الوعي إلى حد ما قبل ما أعمل قرار اللي البعض وصفه بالصادم، علشان أبدأ إن أنا أخلي فيه تقبل أصلا؟ لأن خلي بال حضرتك لما هيحصل ده، وإحنا دلوقتي بنتكلم في ده، بس ده أعتقد سيناريو هيحصل قدام، هتلاقي فيه ناس بتعترض، هتلاقي فيه ناس بتصف الحكام أو طاقم التحكيم بالعنصرية أو بالانحياز أو غيره، ده ممكن جدا يكون وارد. فأنا مش عايز إن أنا أغير المنظومة التحكيمية وأحط المصريين، وتشيز على فكرة ده طبيعي في كل العالم، بس في نفس الوقت أتفادى الانتقادات وأتفادى اللي أنا هعرض الحكام بتوعي ليه أصلا. يعني لازم يبقى فيه وعي للجماهير نفسها، يعني دي نقطة أعتقد برضو مهمة جدا. طبعا أكيد نقطة مهمة جدا. هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، توقيت تعيين طاقم تحكيم مصري في مباراة الأهلي والزمالك عارفة بيتوقف على إيه يا نهوان؟ أولا أنت، هل أنت هناك ثقة؟ خلي بالك أهم حاجة إن يكون في ثقة ما بين الأندية والحكام ولجنة. لو انت النهارده قدرت توفر هذه الثقه للانديه، يعني ايه؟ يعني انت النهارده الانديه خدت انطباع ان الاداء التحكيمي كويس، المردود دوت اكيد في تعيين طاقم تحكيم مصري بيبقى مقبول، ولكن ده بيتوقف على حاله التحكيم وحاله الحكام. هل في طاقم تحكيم قادر ان هو يدير هذه المباراه ولا؟ حضرتك قلت حاجه مهمه جدا جدا، التهيئه. ازاي تهيئ الكل ان كل المباريات اللي جايه او مباراه القمه هيديرها طاقم تحكيم مصري؟ ده من خلال اداء الحكام، ومن خلال حضرتك، من خلال التوجيهات ومستوى الحكام في الفتره دي. زي ما قلت، انا عايز اقول لك، اضيف بس حاجه، عفوا كابتن ناصر، حضرتك قلت نقطه مهمه، وهي فكره هنا الثقه ما بين الانديه والحكام، بس الجزء الاهم الثقه ما بين الجماهير والحكام المصريين، خصوصا في مباراة أهلي وزمالك. هو ده اللي أنا بقوله، لأن خلينا نقول إحنا شايفين المشهد قدام، ما أعتقدش هيمشي بالطريقة المتوقعة أبدا بيريرا يعني. تمام. هو خلي بالك القرار، يعني عشان برضك أكون واضح، مش بيبقى قرار فيكتور بيريرا فقط نهوان، ده قرار بيبقى اتحاد كرة القدم، لأن زي ما أنت عارفة إن لجنة الحكام تتبع اتحاد كرة القدم. أو ممكن يبقى اقتراح وتم الموافقة عليه يعني. المسؤول عن هذا القرار هو اتحاد الكره وليس لجنه الحكام فقط، خلي بالك هو بيقول رايه، مفيش مشكله خالص، لكن القرار بيتم اخذه من مجلس اداره اتحاد الكره القدم. هل في الفتره ديت ممكن نجيب طاقم تحكيم من خارج؟ وده بيتوقف على زي ما قلت لحضرتك مستوى الحكام، وهل يتقبل الجمهور والانديه هذا الكلام ام لا؟ يعني نتمنى التوفيق على كل حال، ان ملف التحكيم ده برضو كابتن ناصر يعني صعب جدا، وللاسف زي ما كنت بقول لحضرتك في البدايه، يعني في ناس بتنتقد للانتقاد، وفي ناس عايزه تعرقل المسيره. يعني لما يطلع بعض الاكاذيب وتطلع بعض الاقاويل، زي ما كنا بنتكلم اللي قال لك بيريرا ساب المعسكر وحاجات زي كده، اعتقد دي حاجات بتبقى ممنهجه، او ما تبقاش فاهم هو ليه في ناس بتحاول تضايق اي حد بيجي من بره مثلا، يتم الاستعانه بيه علشان يطور منظومه معينه. أنا يعني حصل مع كلاتنبرغ وبيحصل دلوقتي مع بيريرا، فده عليه علامة استفهام بصراحة، يعني الواحد ما بقاش فاهم ده ليه بيحصل. كلام أكيد حضرتك، يعني اتكلمت في موضوع مهم جدا، وده موضوع جديد. يعني أولا كلاتنبرغ احنا كانت تجربة وجه، والراجل طبعا اشتكى إن ما كانش حد بيساعده حد بيعاونه. احنا مش عاوزين نكرر تجربة كلاتنبرغ تاني. بالظبط. احنا من خلال قناة الذهب احنا بندعم التحكيم وبنساند التحكيم، وواقفين مع الراجل لحين تقييمه بشكل حقيقي. فلابد الكل يقف مع الراجل عشان خاطر الراجل هيبتدي يشتغل، فمش محتاجين حد النهارده يعني عشان هو بس ما يبقاش بيتحجج بحاجه، لا احنا المفروض نوفر له كل العوامل المساعده عشان هنقيمه في الاخر يا كريم، هنقيم اداؤه اداء الحكام ونشوف، مش محتاجين ان هو يرجع يقول الناس كانت بتهاجمني، الناس كانت بتقلل من، لا مش عاوزين نقول الكلام ده، بنقول احنا هنسيبك هنوفر لك كل الدعم، ولكن في الاخر خالص هنحاسبك طبعا على شغلك اللي طبعا انت عملته. انت راجل بتتقاضى مبالغ بالدولار، وبالتالي هتتحاسب انت ولجنه الحكام ايه اللي انتوا قدمتوه بعد ما وفر الاتحاد كل السبل لدعم لجنه الحكام والتحكيم. والله كابتن ناصر، يعني الواحد ملهاش حل، لازم نختم الكلام في الملف ده بامنيه ان ربنا يصلح الحال، لان الحال محتاج ينصلح الحقيقه. احنا بنشكرك. هندعي. والله بنشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا كابتن ناصر.